كمعدل عام حيكون في 20% زيادة على الأسعار بلبنان، وهذا حيخلق تضخم أكثر من اللي كنا فيه. وتضخم هالمرة مش بالليرة اللبناني، هالمرة التضخم بالدولار، يعني القيمة الشرائية حتى عن المواطنين اللي بيقبضوا جزء من رواتبهم بالدولار كمان حتنخفض بقيمة 20%، وهذا رقم كثير خطير وحيقلص الحجم الاقتصاد، وحيكون سلبي على الشركات كلها وعلى المواطنين، حيزيد التهريب، حيزيد الاقتصاد الغير شرعي، حيزيد التجار الغير شرعيين، وحيبطل في تصريح عن الكونتينرات او البضاعة اللي حتفوت على البلد، او حيكون في تلاعب بالفواتير او بالاسعار.